بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس المجلس العلمي المحلي بالناظور على هذه المبادرة العلمية الطيبة، وللمندوب الإقليمي أيضا على تعاونه ومشاركته، كما أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور عبد اللطيف تاليوان على جهوده المشكورة التي سعى من خلالها إلى إخراج مثل هذه اللقاءات في هذا المستوى من التنظيم والتنسيق. أما ما يخص المحور الذي كلفت بتناوله فيتعلق بمركزية البيعة في إمارة المؤمنين ودورها في حماية الملة والدين، وهذا المحور كله مصطلحات فقهية وشرعية أصبحت اليوم يكتنفها الغموض لدى فئة كثير عريضة من فئات المجتمع بفعل ما غشيها من غواش التاريخ ومن الأحداث والوقائع التي سطرها التاريخ الإسلامي في سجلاته ودواوينه التاريخية. فهذه المصطلحات الشرعية مثل البيعة، الشورى، إمارة المؤمنين، وما تتسم به من خصائص ومميزات وما تقتضيه من مصالح دينية ودنيوية أصبحت مشوشة وغامضة في أذهان الكثير من الناس، خاصة ونحن نعيش في عصر تأثر أبناؤه بالمصطلحات والقوانين السياسية التي أصبحت تروج في الساحة العالمية والغربية على وجه الخصوص، التي أنتجتها النظريات الغربية وأصبحت هي السائدة في الدساتير والقوانين الوضعية. وقد أصبحت هذه المصطلحات المستوردة محل اهتمام لدى أبناء المجتمع، بل أصبح الكثير من الناس يصرحون نهارا جهارا بأنها هي المصطلحات والمفاهيم التي يقتضيها العصر. وإذا ما ذكرت له هذه المصطلحات الشرعية، البيعة أو الشورى وإمارة المؤمنين، استحضر في مخياله ذلك الزمن الغابر الذي لا تصلح مفاهيمه إلا لذلك الزمن، أو استحضر ذلك التاريخ الإسلامي وما شهده من صراعات سياسية وطائفية، والذي به يقرأ للأسف الشديد هذه المفاهيم. لذلك هذا الموضوع يكتسي أهميته من نواحي عديدة، منها ما ذكرته، ومنها أيضا أن مكانة البيعة في المصنفات الفقهية وفي السياسة الشرعية منها على وجه الخصوص تأتي في الصدارة. فالعلماء الذين صنفوا في الفقه قديما وفي السياسة الشرعية افتتحوا مصنفاتهم بالإمامة العظمى وأحكامها أولا، باعتبارها هي الإمامة التي تنطوي تحتها الإمارات الأخرى سواء في الصلاة أو في القضاء وغيرهما. وهذا ما نجده في عند إمام الحرمين في غياث الأمم وفي الأحكام السلطانية للموارد وغيرهم. ثم أيضا مما يدل على أهمية هذا الموضوع أن إمارة المؤمنين بمفهومها الشرعي هي الضامن الأساس لقيام المصالح الدينية والدنيوية للرعية، وبدونها يتيه الناس في دروب الظلم والظلام. أيضا ما يدل على أهمية هذا الموضوع أننا نحتاج دائما إلى تعزيز دور إمارة المؤمنين وتقويته، خاصة في ظل التحولات المعاصرة والأفكار الهدامة التي تأتينا من الخارج. وهذا التعزيز يكون في ضوء المفهوم الأصيل لإمارة المؤمنين من حيث الخصائص والأدوار والمرتكزات والأهمية وغير ذلك مما يتعلق بهذا الموضوع. وسأحاول إن شاء الله من خلال هذه المداخلة أن أجيب عن إشكالية أساسية يمكن أن أعبر عنها بالصيغة الآتية: إلى أي مدى يمكن أن تكون إمارة المؤمنين بما تقتضيه من خصائص ومميزات هي الضامن الأساس لمصالح الناس الدينية والدنيوية؟ إذا هذا هو الإشكال الأساس في هذه المداخلة، ويتفرع عن هذا السؤال الإشكالي التساؤلات الآتية: ماذا يقصد بالمفاهيم الشرعية الآتية؟ البيعة، إمارة المؤمنين، الملة والدين. ثم السؤال الثاني: ما هي مرتكزات البيعة الأساسية؟ ثم أيضا ما دور إمارة المؤمنين في حماية
الملة والدين. وللجواب عن هذا الإشكال وتساؤلاته الفرعية، قسمت هذا البحث إلى مطلب تمهيدي ومبحثان. تناولت في المطلب التمهيدي تعريف بمصطلحات البحث التي هي البيعة، إمارة المؤمنين، الملة والدين. وتطرقت في المبحث الأول إلى مركزية البيعة وأهل الحل والعقد في إمارة المؤمنين. ثم المبحث الثاني تناولت فيه وخصصته لدور إمارة المؤمنين في حماية الملة والدين. المطلب التمهيدي عرفت فيه بمصطلحات البحث وهي البيعة، إمارة المؤمنين، الملة والدين. إذن مع المصطلح الأول مفهوم البيعة، من خلال ما ذكر في المعاجم اللغوية من معاني البيعة يتبين بأن المفهوم اللغوي للبيعة يدل على المعاقدة والمعاهدة على الطاعة، وهذه الطاعة إما في الحكم أو على الدين أو على غيرهما. أما في الاصطلاح، من التعريف الاصطلاحية المشهورة للبيعة أنها هي العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره. إذن هذه من التعاريف المشهورة للبيعة. والبيعة مصطلح أصيل في القرآن الكريم، الله عز وجل يقول: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إلى آخر الآيات. ويقول أيضا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إذن هذا هو مفهوم البيعة. المصطلح الثاني مفهوم إمارة المؤمنين، يطلق الأمير في اللغة على صاحب أمر. وكان أول من سمي بهذا الاسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهد خلافته، كما هو معروف. إذ لما تولي أبو بكر رضي الله عنه الخلافة، قال عمر، قيل لأبي بكر، يعني كنتم تقولون لأبي بكر خليفة رسول الله، فكيف يقال لي خليفة خليفة رسول الله؟ هذا يطول. فقال له المغيرة بن شعبة: أنت أميرنا ونحن المؤمنون، فأنت أمير المؤمنين إذن. فقال عمر: فذاك إذن رضي أو ارتضى هذا الاسم وأقره. المصطلح مفهوم إمارة المؤمنين شرعا من الناحية الشرعية، من التعاريف التي نجدها هذا التعريف لإمام الحرمين الذي يقول فيه: هي رياسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا. مهمتها، أي إمارة المؤمنين، حفظ الحوزة ورعاية الرعية وإقامة الدعوة إلى الله بالحجة، والانتصاف للمظلومين من الظالمين، واستيفاء الحقوق من الممتنعين، وإيفاؤها على المستحقين. إذن هذا هو التعريف الذي ذكره إمام الحرمين مع تصرف يسير، تصرفت فيه تصرفا يسيرا. هذا هو التعريف الذي يمكن أن نعتمده في مفهوم إمارة المؤمنين. هذا هو المصطلح الثاني. المصطلح الثالث مباشرة مفهوم الملة والدين. إذن كثير من المعاجم اللغوية ترد الملة مرادفة للدين. أما من الناحية الاصطلاحية، يقول صاحب التعريفات: الدين وضع إلهي يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: الدين والملة متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار، فإن الشريعة من حيث إنها تطاع تسمى دينا، ومن حيث إنها تجمع تسمى ملة، ومن حيث إنها يرجع إليها تسمى مذهبا. وقيل، يعني يذكر قولا آخر، وقيل: الفرق بين الدين والملة والمذهب أن الدين منسوب إلى الله تعالى، والملة منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والمذهب منسوب إلى المجتهد. إذن هذا هو التعريف الذي ذكره، هذه هي الفروقات التي ذكرها
صاحب التعريفات. لما نأتي إلى القرآن الكريم ونتصفح هذا المصطلح في القرآن الكريم، نجد أن القرآن الكريم يقسم ملة يقسم الملة إلى قسمين، ملة الكفر وملة إبراهيم عليه السلام. وهذا ما نجده في سورة يوسف، الله عز وجل يقول حكاية عن يوسف عليه السلام في السجن، وقال: لا ياتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن ياتيكما ذلكما مما علمني ربي. ثم يقول: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. وفي المقابل يقول: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إذن يتحدث النص القرآني عن قسمين، نقسم هذا المصطلح إلى ملة الكفر وملة إبراهيم عليه السلام ملة التوحيد. إذن هذا هو المطلب المتعلق بمصطلحات الدراسة. المبحث الأول خصصته لمركزية البيعة في إمارة المؤمنين. إمارة المؤمنين ترتكز على أساسين: الأساس الأول البيعة، وتنعقد إما بأهل الحل والعقد أو بعهد الإمام من قبله. إذن إما أهل الحل والعقد، وسيأتي الحديث عن هذا الأساس، أو أن يعهد بها الإمام إلى إمام آخر، كما حدث في يعني كما عهد بها أبا بكر رضي الله عنه إلى عمر، وكذلك عمر رضي الله عنه عهد بها إلى أهل الشورى فقبلت الجماعة دخولهم فيها. وقد اختلف العلماء في عدد من تنعقد به، يعني عدد أهل الحل والعقد. واستنادا إلى بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقد انعقدت بيعته بخمسة من الصحابة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها. إذن الأساس الأول هو البيعة. إذن هو البيعة. الأساس الثاني أو المرتكز الثاني في إمارة المؤمنين أهل الحل والعقد. وهذا اللفظ الحل والعقد جمع بين أمرين: العقد والحل. والمراد بالعقد هو عقد نظام جماعة المسلمين في شؤونهم العامة السياسية والإدارية والتشريعية والقضائية ونحوها. الحل ثم حل هذا النظام لأسباب معينة ليعاد ترتيب، يعني من قبل هذا الاختصاص أهل الحل والعقد، لأسباب معينة ليعاد ترتيب هذا النظام وعقده من جديد. إذن هناك عمليتان: عملية العقد وعملية الحل، وإن كان الترتيب يعني جاء معكوسا، يعني المنطق أن نبدأ أولا بالعقد ثم الحل، لكن يعني جرى يعني نذكر هذا الأصل بهذه الصيغة أهل الحل والعقد، وإن كان المنطق يقتضي العكس: العقد أولا ثم الحل ثانيا. وباستقراء ماذا يقصد بهذا بهؤلاء، وباستقراء كلام أهل العلم وآرائهم، نجد أن ثمة عدة اتجاهات في المراد بهذا المصطلح. أشهرها، إذن من هم أهل الحل والعقد؟ أشهر الأقوال أنهم العلماء من أهل الاجتهاد، وهذا يتفق مع مفهوم المصطلح عند علماء الأصول. هناك من يقول أهل الاجتهاد، ومن العلماء منهم الإمام النووي من يقول بأنهم العلماء والرؤساء ووجوه الناس من أصحاب السلطة الاجتماعية والسياسية. إذن الإمام النووي يذهب هذا المذهب. وهذا المرتكز الثاني أهل الحل والعقد، الذين يوكل إليهم هذا الأمر الحل والعقد، في الحقيقة يحتاج إلى دراسة مقارنة، أن نقارن هذا الأصل الذي هو أصل أصيل عندنا في السياسة الشرعية، وما هو سائد اليوم من صيغة الانتخابات، يعني كيف تتم بحيث يشارك فيها، لا يشارك فيها الحل والعقد أو أهل الاجتهاد فقط، وإنما يشارك
العالم وغير العالم، والأمي والجاهل والعالم والذي. إذا نحتاج إلى في الحقيقة إلى دراسة مقارنة لنقارن ما هو سائد اليوم وما هو عندنا نحن في الأصل، وكيف تتم هذه الأمور، وما هو الأصل، ماذا يجوز وما لا يجوز. إذن هذا بحث في الحقيقة مستقل يحتاج منا إلى عمل آخر مستقل. المبحث الثاني، دور إمارة المؤمنين في حماية الملة والدين. أدوار إمارة المؤمنين في حماية الملة والدين أدوار كثيرة ومتعددة، نذكر منها ما يلي: أولا، الاهتمام بالعلم الشرعي والعلماء. من سيرة الخلفاء والأمراء عبر التاريخ الإسلامي اهتمامهم بالعلماء واهتمامهم بالعلم الشرعي. فهؤلاء العلماء كانوا يمارسون وظيفتهم إلى جوار السلطان عبر آليات مختلفة، منها آلية الفتوى وآلية الاستفتاء وآلية الاجتهاد وآلية النصيحة التي يقدمونها للأمير. وقد دأب الملوك المغاربة على عقد يعني المجالس العلمية والحوار والمناظرة في شتى أنواع العلوم، وكانوا لا ينتخبون للكراسي العلمية التي كانوا يعقدونها إلا ذوي المؤهلات العلمية العالية من العلماء. وقد كان حتى الخلفاء والأمراء، هؤلاء الخلفاء والأمراء عبر التاريخ الإسلامي، متمكنين من العلم الشرعي قرآنا وحديثا وفقها. فقد كان منهم من يحفظ القرآن والحديث النبوي ويتكلم في الفقه كلاما بليغا. وقد استمرت هذه المجالس العلمية إلى عصرنا الحاضر، إذ ما تزال الدولة العلوية تعقد مثل هذه الدروس الحسنية في شهر رمضان وتنتخب لها من أفضل العلماء والمشايخ. ثم أيضا من الأدوار التي نجدها للأمير أو لإمارة المؤمنين تنظيم الشأن الديني ورعاية الفتوى، لأن الفتوى كانت قديما وحديثا ذات هيبة وسلطة كبيرة في نفوس العباد. ومع استمرار هذه الهيبة والمكانة المقدسة للفتوى، بدأت مؤخرا تتأثر بالأحداث العالمية، إذ ظهرت مجموعة من الأحداث والوقائع مثل الهجمات الإرهابية التي بدأت في 11 من سبتمبر، وظهور الجماعات المتطرفة التي تفتي وتستعمل هذه الآلية، آلية الفتوى للتحريض على القتال. فكان لا بد من تنظيم الشأن الديني بمؤسسته وتنظيم شؤونه واختصاصاته. ومن الأدوار المعاصرة لإمارة المؤمنين في المغرب التي اقتضت هذه الأحداث المعاصرة، إعادة هيكلة وزارة الأوقاف وأحداث المجلس العلمي الأعلى وتوسيع المجالس العلمية. ثم في الإطار التوجيهي والإرشاد والتأطير أيضا تم إحداث عدة مؤسسات وهيئات علمية، منها الهيئة العلمية للإفتاء سواء في المجالس العلمية أو في المجلس العلمي الأعلى، وكذلك إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم والقناة السادسة، إضافة إلى المهام التأطيرية للمجالس العلمية عبر علمائها وأعضائها والمرشدين التابعين لوزارة الأوقاف. وتبقى هذه المهام التأطيرية والتوجيهية يغلب عليها طابع الوعظ والإرشاد والتوجيه. أما الفتوى فهي لا تفتي، يعني هذه المجالس وهذه الهيئات العلمية لا تفتي إلا في مجال ضيق وفي القضايا الفردية. ولبلورة هذا الإجراء، يعني هذا التنظيم وتقنين هذه الفتوى، تم اتخاذ عدة تدابير، منها إصدار المذكرات التي تلزم الخطباء بتجنب إعلان الفتوى على المنابر، كذلك التقليص والحد من المبادرات المستقلة للعلماء في مجال الفتوى إلا في مجال ضيق وفي القضايا الفردية، سواء العلماء التابعين لوزارة الأوقاف أو التابعين لرابطة علماء المغرب سابقا كما كانت تسمى سابقا، أو التي تحولت إلى اسم الرابطة المحمدية للعلماء، بحيث لم تعد هذه المؤسسة في مجال الفتوى كما كانت عليه في سابق عهدها. حسب الظهير لما ننظر في الظهير الشريف المنظم لها، لأنه حدد اختصاصات هذه الهيئة العلمية، ولا نجد يعني مهمة الفتوى ضمن اختصاصاتها في لما ننظر في الظهير الشريف الصادر سنة 2006. كذلك من الإجراءات اعتبار الفتوى من اختصاص المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه أمير المؤمنين، ويجتهد هذا المجلس تحت رئاسته وبأمر
أمين. كذلك من أدوار إمارة المؤمنين التي نجدها الحكم بشريعة الإسلام التي نجدها يعني عبر الزمن منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه اللحظة، الحكم بشريعة الإسلام والتحكيم بين المسلمين. فمن الوظائف الشرعية لإمارة المؤمنين الحكم بشريعة الإسلام وإشراك أهل الحل والعقد الذين هم العلماء للاجتهاد في قضايا العصر ومستجداته، حتى تكون الشريعة الإسلامية هي الأساس والمنطلق لكل الاجتهادات والتشريعات. قد تحدث القرآن الكريم عن هذه الوظيفة كوظيفة أساسية للرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره رسولا وإماما وقائدا لأمته، كما قال تعالى في آيات عديدة منها قوله عز وجل: وأن أحكم بينهم بما أنزل الله. في آية أخرى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد تطور هذا التحكيم من تحكيم للشريعة الإسلامية وإقامة شرع الله عز وجل إلى تحكيم بين القبائل في خلافاتها وأحوالها الشخصية، ثم تحكيم بصيغته المعاصرة بين الفرقاء السياسيين ومكونات المجتمع المدني، خاصة بعد يعني ظهور ونشوء الفرق والمذاهب التي تستمد مرجعيتها من القوانين الغربية والتي أصبحت تدافع عن هذه المرجعية وتريد فرضها داخل بلاد المسلمين. ومن هنا يعني شهد يعني التاريخ المغربي على وجه الخصوص مجموعة من الأحداث التي كانت تستدعي أن يتدخل أمير المؤمنين ليوجه الأمور في وجهتها الصحيحة. ففي مطلع يعني في القرن الماضي، في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، بدأت المعركة في المغرب حول مدونة الأسرة، وذلك حين طالبت هذه الهيئات بتعديل أحكام المدونة، وأثارت مجموعة من الأمور التي لها طابع شرعي مثل سن الزواج، الطلاق، الإرث، الولاية، فتصدى لها المجتمع المغربي عبر هيئاته وجمعياته المختلفة. وكان هناك توتر على كل حال، وفي ظل هذا التوتر تدخل الملك الراحل الحسن الثاني بصفته الدينية وأصر على أنه لا يمكن له أن يحل ما حرم الله ولا أن يحل ما حرمه الله، وعين لجنة علمية أدخلت بعض التعديلات على مدونة الأحوال الشخصية آنئذ. ثم عاد هؤلاء في عهد الملك محمد السادس لوضع ما سمي آنئذ بالخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، وتم إثارة هذه المواضيع التي أشرت لها سابقا، ونشب صراع بين الفرقاء السياسيين وبين طبقات المجتمع. وفي خضم هذا الجدال المثار تدخل الملك محمد السادس وعين اللجنة الملكية الاستشارية لتعديل المدونة، وشارك في هذا العمل علماء أجلاء استطاعوا أن يخرجوا مدونة الأسرة إلى حيز الوجود. إذن هذه من الأدوار المهمة لإمارة المؤمنين لأجل الحفاظ على الملة والدين، ولأجل التحكيم لشرع الله والاهتمام بالعلماء والعلم وتنظيم الفتوى. كل هذه جهود وكل هذه أدوار يمكن أن ترسخ وأن يعني ترسخ شرع الله عز وجل وتحمي قوانينه وتحفظ الملة والدين، إضافة إلى أدوار أخرى لا يمكن أن نخوض فيها في هذا الحيز الزماني الضيق. أتمنى إن شاء الله أن أكون قد لخصت ما يتعلق بمحاور هذا البحث وأفدت به المستمعين والمتتبعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.